صوت الناس. حكاية الناس مازالت متواصلة نص نهار 25 دقيقة. رجعنا لكم باش نحكيو على وضعية مكتب بريد بوكريم اللي مغلق تويكا عنده أكثر من عام. هو مغلق منذ وفاة الموظف المكلف به رحمة الله عليه. بوكريم هي قرية تابعة لمعتمدية الهوارية ولاية نابل، يسكنها حوالي 7000 ساكن، فيها مكتب بريد مغلق منذ وفاة الموظف هذا. باش ناخذ أكثر حيثيات معنا عبر الهاتف رامي الترابلسي، ناشط في المجتمع المدني وعضو المنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية. ألو عسامة رامي. أهلا سلام مدام. مرحبا بك. نصلح لك كاتب عام جمعية مناط مستقبل الهوارية للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وننشط مع أصدقائي في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. مرحبا بك كرم. عايشك الله يخليك. اليوم مكتب بريد بوكريم بعد ما اتصلوا بينا أصدقائنا مغادي وعزيز علينا بوكريم، وتحية ليهم، ناس صابرين برشا وفيها برشا رجال وناس مضحين برشا، فهمتني. اليوم مكتب بوكريم عنده أكثر من عام اللي توفى في عبد الواحد في الحاج داود اللي هو كان موظف رحمة الله عليه، ناس مليح برشا والناس اللي اليوم تشكر فيه، وكان حتى كالناس الكبار بعد الوقت نتاعو يمشي يوصلهم مشاريعهم بيديهم ويصحح لهم، يعني بما ينجموش يتنقلوا كان عامل مجهود الله يرحمه وإن شاء الله ربي يرحمه. جابوا معوض من قرية مجاورة غديكة، على خطر أنا تكلمت خذيت المصادر نتاعي من ناس رسميين في المنطقة، يعني مش يعني كلام ولا كلام شعبوي ولا كذا. جابوا معوض من قرية غديكة بجنب بكري لأسباب أخلاقية تسمع فيها مثلا. أي نسمع فيك. لأسباب أخلاقية. لأسباب أخلاقية السيدة ضايع على بواب الريتريت، كل مرة يتجلطم على عباد غديكة، كل مرة أنا مزالي شهرين ونتير، أنا مزالي ستة شهر ونتير، ما عندكم ما تعملولي. وأسباب أخلاقية أخرى ما مش لازم ذكرها توكية. الناس هاجت عليه وجابوا الأمن وهججوه بالأمن، معناها عطوه ثلاثة أيام في ديه يتير، معناها حولوه لبلاصة أخرى وعملوا عريضة وقدموها المكتب، معناها لإدارة البريد التونسي، معناها لإدارة جهوية ولا مش عارف بالضبط، عملوا به شكاية السيدة ذي. من بعد عطوهم تعويض عون من قليبيا لكن يخدم ديميتون. العون ذي من قليبيا يرحم والديه، الناس الكل ترحم عليه وبارك الله فيه وعمل وقته، عمل اللي عليه، عمل واجبه، ماناش احنا نهاجمه في البريد التونسي والا هذا مكتب وطني وماناش نهاجمه فيه. عمل واجبه العون ذاك، لكن بحكم التنقل وبحكم البلاصه بعيده وبحكم الترانسبورت يمكن الاداره عطاته رخصه باش يخدم نصف وقت والوقت الثاني يروح. ما نعرفوش شنو الحيثيات، يعني مكتب بريد كامل فيه موظف برك. موظف برك وموظف يخدم شطر وقت ويروح، يعني لهنا مصالح المواطنين الكل متعطله على هالمكتب هذايا المغلق. بالضبط. من بعد تو عنده خمسة شهر المكتب ضر منقوب الصحة نتاعو، لازم فيه إصلاحات، تو عنده خمسة شهر يصلح، كملوا عندهم ثلاثة شهر تصليح وشهرين المكتب مغلق. اليوم يتفاجئوا أهالي بكريم يجيبوا لهم كانيون وفي السوق في البطحة، معناها كان جات المطر تصب معناها الناس تمشي في الطبعة، معناها يهزها المي، معناها عندهم مكتب مغلق ويجيبوا لهم كاميون في السوق، معناها الاهالي في حاله احتقان شديد، معناها تستنى يعني مره يقص عليهم الماء، مره يقص عليهم الضوء، مره يقص عليهم المياه. شنو الدوله ذي يا سيده واليه نابل تدخل ويجي للجهات؟ يعني احنا نقدموا نداء من جمعيه منار ان الواليه نتاع نابل ما تسمعش الكلام اللي غادي ايش بتصير تيران، والسيده معتمده الهواريه مازالت تعينت ما عندهاش، احنا مازال عندنا معتمد ما كملش العام طاروا به لبلاصه واحده اخرى، معناها يرحم والديه سي بلال مرزوق وكان متجاوب معنا كجمعيه مناره وكنا اي تساؤلات اي حكايه كان يتدخل ويعمل لي من صدق نعرف واحد على البلاد يثيروا به اللي باش يخدم ما يخلوهوش يثيروا به، ما فهمناش شنو اللي اقوى من الدوله هذه واقوى. رانا كابون، رانا معتمديه الهواريه تصفى حتى في تاكلته، راهي معتمديه الهواريه اكبر معتمديه في ولايه نابل، راهو فما تهميش، راهو فما انقطاع مبكر على الدراسه، راهو فما الناس كي تحتاج وتسكر الكياس الاحتجاج هذاك نتاعهم اللي يستني يتشوه ويظهروا كانهم مجبوره وكانهم بيهم وكانهم عليهم. احنا ما ندعوش الاحتجاجات، احنا من بعد باش نحاولوا ناخذوا السيده المزيلي، عفوا المزليني، المديره الجهويه للبريد بنابل باش تعطينا اكثر تفاصيل على هذا وتوضيح. اليوم تويكا باش ناخذوها من بعد نظرا لاني في اجتماع تويكا ما تنجمش تدخل معنا، لكن تدخل معنا في اخر الحصه باش تعطينا توضيح حول الوضعيه هذه، وباش نزيدوا ناخذوا اكثر معطيات. باش تدخل معنا زاد رئيس بلديه بوكريم السيده ريحان بن عثمان من بعد باش تزيد تعطينا اكثر تفاصيل، خلينا نفهموا هالوضعيه متاع مكتب البريد ببوكريم. شكرا لك رامي، شكرا على كل يعيش. تحيه لك والكف
مستمعين والأصدقاء بقطف إم. يعيشك إلى اللقاء مستمعينا، نرجع لكم بعد بأكثر تفاصيل حول وضعية مكتب البريد، لكن تويك خلينا مع وقت الأخبار.